بالرصاص الحي والمطاطي قمعت قوات الاحتلال تظاهرات غاضبة نصرة للقدس نظمها الطلبة في بيت لحم وبلدة قوع جنوبا وطول كرم شمالا. الشبان رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة وأغلقوا طرقا رئيسة يستخدمها المستوطنون. التظاهرات ترافقت مع وقفة احتجاجية نظمها فلسطينيون مسيحيون ومسلمون أمام كنيسة المهد وهتفوا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلنوا رفضهم استقبال نائبه مايك بنس الذي من المفترض أن يزور الأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل وكان مقررا أن يزور مدينة بيت لحم. يبدو لي ترامب لم يقرأ الإنجيل، لم يعرف الإنجيل كما هو يدعي أنه مسيحي، لم يقرأ الإنجيل بشكل صحيح أن القدس طول عمرها عربية والقدس حاضنة للديانات الثلاث المسيحية والإسلامية واليهودية. ومن هنا نرسل رسالة، نبرقها رسالة لنائب الرئيس الأمريكي أنه غير مرحب بفلسطين، غير مرحب بزيارة كنيسة المهد في مدينة السلام، مدينة السيد المسيح. كنائس رام الله من ناحيتها نظمت قداسا وصلوات نصرة للقدس استجابة لدعوة القوى الوطنية، وأكد رعاة الكنائس أنهم رفعوا صلوات للتعبير عن رفضهم للقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. الخطوة الأخيرة للإدارة الأمريكية هي معاكسة للسلام وتؤجج للحرب وللعنف وللكراهية، ولكننا سنعمل دائما على أن تبقى القدس عربية إسلامية مسيحية، أن تبقى مدينة السلام. ويشار إلى أن شجرة الميلاد أطفئت في بيت لحم ورام الله احتجاجا على قرار ترامب. للقدس رمزية خاصة عند الفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ويرفضون المساس بها باعتبارها مدينتهم المقدسة. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.